يبدو أن أحدث صيحات الأحذية لم تبدأ مع بيوت الأزياء العالمية، بيد أنها بدأت منذ آلاف السنين عند قدماء المصريين، حيث كانت حياكة الأحذية تتم بحرفية عالية وباستخدام خامات وصبغات مختلفة تحكي لنا الكثير عن حياتهم اليومية. هذا ما بدا لنا واضحا في المعرض الذي أقيم في المتحف المصري بعنوان خطوات عبر الزمن، الأحذية في مصر القديمة، حيث عرضت 47 حذاء وصندلا أثريا تعود إلى عصور مختلفة، بداية من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر اليوناني الروماني. يقام هذا المعرض الذي يستمر حتى ديسمبر المقبل بالتعاون مع المعهد الهولندي الفلمنكي في القاهرة. لما بنيجي نتكلم دايما على المعارض، مش مهم ان احنا دايما نتكلم عن سر الملوك والفن الملكي وكبار رجال الدولة والحياة الجنازية والحياة الدينية، لا، احنا عندنا ايضا الحرف، لان الحرفي كان له دور مهم جدا في صناعة الحضارة المصرية وفي كتابة التاريخ المصري. ويعتبر صندل توت عنخ آمون المصنوع من الذهب الخالص أبرز تلك المعروضات، وإلى جواره تمثال صغير للملك مرتديا الحذاء والتاج الأبيض الخاص بالوجه القبلي. خامات زي الجلد، الخوص، الأقمشة، المعادن، في صندل مصنوعة من الذهب ومن الفضة، بتظهر هذا الملمح، بتظهر التنوع الطبقي الاجتماعي من خلال الخامات المستخدمة. وتدل الأحذية والصنادل على الأهمية الاجتماعية لمن يرتديها، فعلى سبيل المثال هذه الصنادل التي عثر عليها في مقبرة أجداد الملك توت عنخ آمون يويا وتويا كانت مصنوعة بحرفية عالية، ولكن ليس بمثل دقة وإتقان أحذية الملك، بينما كانت الأحذية الخاصة بمن هم أقل مكانة كانت تصنع بشكل أكثر رداءة. أما هذه الصنادل الخشبية فكانت تصنع خصيصا للمتوفى ليرتديها في العالم الآخر كما كانوا يعتقدون. سمر بشات، العربية، القاهرة.